كامل العدد حط دينا في مكان تاني؟ بتهيألي مش اه عارفة يعني، أظن بس أنا حاسة من الشارع ومن الناس بتهيألي. غير الجماهيرية، حطك فنيا في مكان تاني، يعني حاسة ان اسمك بقى اكبر، اجرك ممكن يبقى اكبر، مكانك اكبر، نجوميتك اكبر. مش عارفة انت شايفة كده؟ والله ما بفهم في انا الحاجات دي شايفة كده بس. والله تاني، احنا والله مش ما اصحاب هنا بنرغي. والله ما ركزي معايا، بحاول ركزي. بحاول والله ما عارفة، والله ما عارفة، بس يعني الحمد لله الحمد لله، بشكر ربنا جدا ومبسوطة قوي الحمد لله. فكاللي حضرتك بتقوليه ده انا ما يعني ما اعرفش، ده الناس اللي تحكم، بس انا يعني شايفة ان ربنا كان معايا قوي وان هو وفقني. عارفة حسيت ايه؟ ها حسيت ان الفترة دي انا كنت محتاجة احس فيها حب الناس، وحسيت ان ربنا بيطبطب عليا كده.